السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله. طبعا ورقتي استقيتها أو مراجعها في الأساس ثلاثة: تقرير الوفاق بالإضافة إلى جريدة الوسط، وما أخذ من على أرض الواقع من محاكمنا لنرفضه في هذه الورقة، وسنختصر أو يعني ستكون الورقة في التوصيات المهمة جدا. تتكون التوصيات طبعا من التوصية رقم 15 المتعلقة باللجنة الوطنية المحايدة من الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، إلا أن هذه التوصية لم تنفذ، بل الدولة اعتمدت على بعض الشخوص الوطنية في شخوصهم ولم تتصل بالجمعيات، جمعيات المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية أو المعارضة. فترى يعني اللجنة بأن هذه اللجنة ليست لجنة وطنية مخولة بهذا الفصل. وضع عالية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسؤولين الحكوميين بما يشمل ذوي المناصب القيادية. تم التنفيذ، الدولة تقول، أعلن النائب العام تشكيل وحدة متخصصة في مكتبه وصدر قرار بإنشاء وحدة مستقلة. ما زالت اللجنة غير مؤهلة للتحقيق في قضايا التحقيق وإثارة قضايا كبار المسؤولين الحكوميين وتبعيتها للنائب العام. يكفي بتشكيلها انعدام الحياد والاستقلال هذه الوحدة المسائل الجنائية والمسائل الأخرى، والوحدة تفتقر لذلك كما أنها تخرج عن ولايتها العسكريين رغم أنهم أكثر أفراد الأمن انتهاكا للحقوق. التوصية رقم 20 مراجعة جميع أحكام إدانة الصادرة من محاكم السلام الوطني التي لم تأخذ في الاعتبار المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة. اعتبر المجلس الأعلى للقضاء بأن قضايا الاستئناف والتمييز بأنها مراجعة لأحكام المحاكم الابتدائية العسكرية، فقد تم إسقاط درجة من درجات التقاضي تأييدا لأحكام الصادرة، أو بالأحرى أسقطت ثلاث تهم وجهت إلى الرموز القابعين خلف القضبان، وهي يعني الأركان المادية للجرائم المنسوبة إليهم، إلا أن محكمة الاستئناف جاءت وأيدت الحكم السابق. ثم الغريبة أن محكمة التمييز انتهجت نهج محكمة الاستئناف بأن أيدت الحكم السابق وهدرت حكم التمييز السابق بإسقاط هذه الجرائم الثلاث. التحقيق في حالات القتل التعاون التعذيب منسوب لقوات الأمن من قبل هيئة مستقلة ومحايدة تفضي مصالحة المتورطين. تم التنفيذ، الدليل على التنفيذ الموافقة على برنامج التدريبي، تقول إن يعني إن احنا نفذنا. لم يتم التنفيذ، وتم تقديم عدد من القضايا الشهداء مثل العشيري وصقر والمؤمن وعبد الحسن وهاني وعبد العزيز والصحفية نزيهة، والتي يرى معذبها محاكمة لا يثق بجديتها وسلامتها المتهمون، ولكون المتهمون شرطة رجال أمن لا يبدو أنهم متهمون، يعني لم يقدموا إلى محاكمة عادلة فيما اقترفوه من جرائم. التوصية 22: اتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان حقوق الموقوف وخضوع عمليات التوقيف المراقب الفعالة من جهاز مستقل. اتخاذ كل الخطوات الممكنة لتجنب التوقيف بدون إتاحة لممارسة حق الاستعانة سريعاً بمحامي أو منع التواصل. وهذه أيضاً أعلنت الحكومة أن وزير الداخلية وقع القرار 22/2012 يتضمن تعليمات اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة. يعلن حتى الآن عن تشكيل المؤسسة الوطنية طبقا لمبادئ باريس ولكونها تدافع عنها. ما زال موجود اعتبار السجناء السياسيين كأعداء أو اتهامهم في عقيدتهم، ما يشير التقرير استخدام سوء المعاملة بتحريض من القيادة السعودية لمعاملة قاسية في 13/2012. التوصية اللي بعدها
تدريب جهاز القضاء والنيابة العامة، وهذا أيضا تم بشأنه يعني صفقة بين يعني للأسف الأخ بسيوني والحكومة لتدريب أفراد النيابة العامة والقضاء في إيطاليا، إلا أن هذا التدريب بالتأكيد وإن كان جديا لا يمكن أن يفضي إلى عدالة حقيقية طالما أن النوايا السيئة موجودة من السلطة والتوجيه موجود. وجود تسجيل سمعي ومرئي لكل المقابلات الرسمية مع الأشخاص الموقوفين أو التحقيق، هذا أيضا ممكن أن تلف عليه الدولة، تأخذ داخل وتمارس عليه عملية القمع والترهيب إلى أن ينتهي، ثم توقفه لفترة ثم تأتي به ليسجل يعني مقابلته باعترافاته كاملة، وبالتالي لا نزاهة في هذا المجال. تخفيف أحكام الإعدام الصادرة من قضايا القتل مرتبطة بأحداث فبراير، فعلا المحاكم في الفترة الأخيرة نزلت أحكام الإعدام إلى المؤبد، وقد صدرت هذه الأحكام ما يعني تنفيها التنفيذ جزئيا ولا يتماشى مع حقيقة ما إذا قام هؤلاء الناس بالقتل من عدمه. تعويض كل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة الحبس الانفرادي، طبعا لم يرد لنا حتى الآن ولا شخص واحد حتى لشخص واحد لحد الحين ما جاء إلى لجان حقوق الإنسان أو إلى المرصد ليقول أنه استلم مبالغ مالية تعويضا عن قتل فلان أو عن تعذيب فلان. طبعا من الموظفين من التوصيات الصادرة بحق المفصولين من قرارات اللجنة من قرارات الدولة هي الفصل من الخدمة، تحديد وزارة الصحة والتربية ومن شركات القطاع العام مثل ألبا وبابكو، وأعيدت بعض يعني المفصولين إلا أنه لم يعاد أي من مفصولين يعني نسميهم إحنا النقابيين، لا زالت النقابيين يرزحون خارج إطار العودة، ولا زالت هناك يعني مجموعة من العمال لم تصل ولم توقع بالتحديد شركة ألبا وهي شركة حكومية بعادتهم إلى يعني خلينا نقول مكان عملهم، ورفضت توقيع الاتفاقية مع اللجنة الدولية الآيلو، وبالتالي هم لا يزالون خارج إطار التوصية. إعادة كل الطلاب المفصولين وإيجاد آلية لعودة الطلاب المفصولين لأسباب مشروعة واعتماد معايير عادلة تأديبية ضد الطلاب المخالفين. تم تنفيذ هذه التوصية جزئياً، أعيد بعض الطلاب المحكومين بغرامة فقط بينما أعيد الطلاب اللي حصلوا على براءات وبالتحديد من كلية المعلمين، ولا زال الباقين مطرودين من جامعة البحرين ويقضون دراستهم أما في خارج البحرين أو في جامعات الأهلية. إعادة بناء بعض المنشآت الدينية وفقا للنظم الإدارية على نفقة الدولة. تطرق الشيخ إلى أن هناك 38 مسجدا، يعني هذه نسميها احنا الرقم الأهلي بينما الرقم الرسمي يقول أن هناك 30، بنيت 5 ولا زال 2 ينفذ أو خلينا نقول يعني يتحاور بشأنهم مع الجهات الأهلية. لم يتم بناء الباقي،
في الأخير صدر قرار بإحالة ملف المساجد إلى الأوقاف الجعفرية لعملية الإشراف وإعادة البناء. معايير الإعلام ويعني مشاريع الإعلام سنتركها. إعادة برنامج المصالحة الوطنية يتناول مظلة المجموعة التي تعقد، أيضا لا نرى ضرورة لإعادتها لأن يعني شوي طويلة وتأخذ. التوصية رقم 84 عرض الدفوع المتعلقة بمخالفة بعض أحكام المرسوم بإعلان حالة السلامة الوطنية لأحكام دستور البحرين على المحكمة الدستورية، والجميع يعرف بأن هناك يعني توجهين، توجه أهلي وتوجه رسمي. التوجه الأهلي تمثل في الطعون المقدمة من المحامين على هذا الإعلان، على هذا المرسوم، إلا أن جميع هذه الطعون أعيدت أو رفضت. هناك طعن تقدم به رئيس الوزراء يعني كان هدفه تصحيح الوضع في هذا المرسوم، إلا أن النوايا السيئة كانت موجودة، وقصد رئيس الوزراء إعادة يعني تحصين هذا المرسوم من الطعون، وفعلا صدر يعني صدر حكم بدستورية هذا المرسوم وبالتالي رفع يد المحامين من الطعن عليه. الفقرات 172 78 79 و80 طريقة اقتحام منازل القبض على بعض الأفراد بطريقة تحدث الإرهاب وإتلاف المتعمد وإهانة الطائفة المقصود القبض عليه مع عدم مراعاة النساء والأطفال دون إبراز إذن القبض باستخدام المفرط للقوة، وهذه مسألة طبيعية لإرهاب المواطنين. أما مسألة إبراز إذن القبض فالنيابة معروف وضعها لا تصدر هذه القرارات، والأمن ليس عنده أساسا وقت للحصول على إذن من النيابة لإحداث هذا الوقت، وبالتالي يهجمون على المنازل ويروعون من فيها ويقبضون على من يقبضون دون مراعاة لهذا يعني نسمي احنا التصريح. شكرا لكم على حسن الاستماع، ونأسف لاختصار الورقة.